طيب خليني أبدأ مع حضرتك عن إعاقة الشلل الدماغي، عايزين تعريف ليها وفي نفس الوقت أسبابها إيه وأعراضها إيه؟ وطبعاً إحنا بنقول إعاقة الشلل الدماغي لأنه هو مش مرض. تمام. بالنسبة لأسبابها، هو اسمه الشلل الدماغي. كلمة شلل هنا مش يقصد بيها أو مش مقصود بيها غياب تام في الحركة، ولكن بيقصد بيها هو في عدم تمكن الطفل من تحقيق التطور الطبيعي للحركة. بيكون عنده مشاكل خاصة بالسيطرة على عضلات الرقبة، عضلات الجذع، استعمال الإيدين، مشاكل في الإعاد أو في الزحف أو في الوقوف أو في المشي. بيبقى في تباين في شكل الحالة ما بين عدم قدرة تامة على الحركة أو وجود حركة لكن فيها قصور بسيط. وكلمة دماغي هنا يقصد بيها إن سبب المشكلة ناتجة عن إصابة حاصلة أو مشكلة حاصلة في مراكز الحركة اللي موجودة في قلب الدماغ. لذلك هو مسمى أو سمي بالشلل الدماغي أو السي بي أو السيريبرال بالسي. دوت بالنسبة بشكل عام كفكرة تعريف عام لشكل الشلل الدماغي. تمام. لو جينا نتكلم بعد كده على الأسباب بتاعته، فأسبابه كتير جدا، إما حدوث مشاكل أثناء الحمل. زي ايه؟ الام الحامل مثلا، تعرض الام الحامل للاشعاعات، او الام تعرضت لبعض الامراض او الحرب الالماني، ان الام تعاطت ادويه بدون استشاره الطبيب. كذلك بيكون عندنا مشاكل كتير اثناء فتره او في لحظه الميلاد، زي مشاكل خاصه بنقص الاكسجين او اصابه الطفل اثناء خروجه من جسم الام، او خبطه في الدماغ يعني. يعني كان في بعض الحالات اللي كنا عملنا معاها ان الولد وقع من ايد الدكتور. وفي كمان بيحصل بعد الميلاد لحد قبل سن ال5 سنين ان الولد يصاب في دماغه، والاصابه دي بتاثر على مراكز الحركه اللي موجوده في قلب الدماغ. دوت بالنسبه للاسباب، اسباب حدوث الشلل. اذا الشلل الدماغي او اعاقه الشلل الدماغي قد تكون بعد الولاده وقد تكتشفها الام وقت الحمل. ممكن تبان وقت الحمل، في بعض الحالات ممكن تبان وقت الحمل. ايوه. يعني ايه في بعض الحالات؟ يعني مش 100% من حالات الشلل الدماغي ممكن نتعرف عليها اثناء الحمل. تمام.